ثلاثة، زائر من الفضاء. موقع روسيا اليوم اللي بيحتفي دائما بأخبار الفضاء وعلوم الفضاء والكواكب الأخرى نشر قصة مثيرة مؤخرا حول كائن من الفضاء سمي ألوشينكا، أو يعتقد أنه مخلوق فضائي جاء إلى الأرض. القصة بتبدأ سنة 1960، مدينة روسية موجودة فيها سيدة اسمها تمارا، سيدة روسية اسمها تمارا. فتمارا قاعدة في البيت سمعت نداء بيقول لها تروحي إلى المقابر. راحت تمارا إلى المقابر، وجدت إنسان مش إنسان، كائن أو مخلوق يشبه الإنسان لكنه مش إنسان، طوله 25 سنتي. فأخذت هذا الكائن وذهبت به إلى المنزل، وبعد كده قالت إن هي تزوجته وإن هي أصبحت حامل من المخلوق الفضائي حسب موقع روسيا اليوم. إنما لما قالت لجارتها هذا الكلام قالت إنها طبعا إنها سيدة مخبولة من الناحية العقلية، وذهبت إلى المستشفى. فجم الأطباء ودوها حقن مهدئة على أساس إن هي أصابها الخرف وإن هي بتقول كلام ملوش أي أساس واقعي. وبعد كده راحت المستشفى وانتهت قصتها عند هذا الحد، لولا إنه في ضابط مباحث روسي قوي كان بيحقق في بعض القضايا فعثر على هذا الجنين اللي هو جنين لكائن يشبه الإنسان ولكنه ليس بإنسان. ونشوف دلوقتي فيديو بثته محطات روسية عديدة لهذا الكائن. لما ضابط المباحث ده استدعى بنت تمارا بالتبني وقالت لها انت شفتي اي حد غريب موجود؟ قالت اه، في كائن فضائي كان عايش مع السيدة تمارا يشبه الإنسان، بينتبه للضوء وحركة الأجسام، بيصدر أصوات غريبة، وظل عايش فترة. لكن لما والدتها راحت المستشفى وراحت هي بقى تشوف البيت لقت هذا الكائن ممدد وبلا حياة وبلا حراك. فضابط المباحث ضم الكلام ده للتحقيق الخاص بأنه لقى هذا الجنين الفضائي إذا سميناه إذا جاز هذا التعبير، وبعدين ضم شهادة ابنة تمارا بالتبني لهذا المحضر. وبعد كده راحوا للطب الشرعي، فالطب الشرعي قال إن ده فيه من الإنسان ولكنه ليس بإنسان. بعد كده راحوا مركز علمي كبير جدا في الأورال، هذا المركز شرح الجسم ولقى إن الدماغ أو الرأس بتقسم لأربع أجزاء، وإن الهيكل العظمي عنده مرونة مذهلة يقدر يعمل حاجات كتيرة ما يقدرش الإنسان يعملها. وبرضو المركز العلمي اللي في الأورال قال إن ده يشبه الإنسان ولكنه ليس بإنسان، وإن هو كائن لا مثيل له، مفيش في كتب العلم مثيل لهذا الكائن. وبعد شوية طبعا ضابط المباحث التقط صور كتيرة جدا، هنشوف أجزاء منها دلوقتي. إنما بعد كده اختفت تماما جثة الجنين وجثة كمان ما يمكن تسميته بالأب اللي هو الكائن اللي وجدته في المقابر وعاشت معاه. إنما من 22 سنة في بورتوريكو بقى الناحية التانية من العالم، برضه الفلاحين وجدوا كائن يشبه هذا الكائن، لكنهم نزلوا عليه بالعصيان لغاية ما مات. إنما برضه بعد كده اختفت هذه الجثة. طبقا للموقع الروسي الشهير روسيا اليوم، في ناس قالوا إن الكائن الأولاني اللي كان في مدينة روسية ثم اختفى، وطبعا ده كان بيثير الدهشة للأسباب اللي احنا قلناها، بالإضافة إلى ذلك إن هو تقريبا تم تحنيطه، لكن تم تحنيطه مش بمواد ملحية وإنما بالشمس، وإن هذا الكائن اختفى لاحقا، وإنه لما وجد ميتا من قبل ضابط المباحث الروسي لم يجد له أي رائحة معتادة لجثث الموتى من البشر. على أي حال ده الكلام اللي قاله ضابط المباحث، وده الكلام اللي قاله مركز علمي في الأورال، وده الكلام اللي قاله الطب الشرعي في روسيا وقتها. إنما في كلام إن هذا الكائن اختفى أواخر التسعينات، وإن المخابرات الروسية هي اللي أخذت هذا الكائن لبحثه ودراسته لديها. نفس القصة على الكائن بتاع بورتوريكو، إن المخابرات المركزية الأمريكية CIA هي اللي أخذت هذا الكائن لبحثه ودراسته. إذا بنتكلم بقى على صراع علمي على كائن في هذا الجانب وكائن في هذا الجانب، وعلى قصة في روسيا وقصة في بورتوريكو،
وعلى إن هذا الكائن اختفى في النهاية في أيدي المخابرات الروسية، وهذا الكائن اختفى في النهاية في أيدي المخابرات الأمريكية. هذه القصة المثيرة التي نشرت في مواقع روسية عديدة هي أهميتها إنه لا يزال الإنسان، طبعا الله أعلم هذا الكائن من يكون، والله أعلم بمدى دقة معظم هذه الروايات، لكنها منشورة على مواقع كبرى وعالمية. إنما الإنسان يظل بيبحث على إن هل يا ترى في كائنات في الكواكب الأخرى ولا لا، وهل يا ترى في أنماط وأشكال أخرى من الإنسان تشبه الإنسان وما هي بإنسان ولا لا، وهل يا ترى هذه الكائنات بتأتي لزيارة الكوكب ثم تعود زي ما كتير جدا من الكتب قالت هذا الكلام، ولا يا ترى هذا الكلام مبالغ فيه. إنما حلم الكشف عن المجهول ومعرفة عما إذا كان هناك زملاء أو أشقاء موجودين في كواكب أخرى هو حلم لا يزال قويا لدى الإنسان المعاصر.